سلام البنات، نتمنى تكونوا على خير. واليوم بادي معكم رزان الفيديو. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. المهم هذا النهار البنات غنشارك معكم نهاري كيفاش داز. جاو عندي عائلتي نتغداو هكا مجموعين. اول حاجه بعدا بديت لكم من طبيله ديال الفطور. هنايا راه كنا يلاه فقنا، يلاه زعما فاقت صراحة ما وجدت شي حاجة. لحقاش عيطوا لي فاش كانوا جايين، قالوا لي شوفي بلا ما توجدي شي حاجة راه حنا غادي نجيبوا معنا الفطور كامل واجد. صافي عمرت غير اتاي وحطيت هكا زليفات اللي كنفطروا بهم كل نهار، حطيت شوية الحلوة وهذا وبارطاجيت معكم الفطور ديالنا. صراحة هما اللي جابوا معاهم كل شيء وخرجنا على برا في الجريدة. واحد المنظر يا اختي لهاد الصباح، صباح الجو يا سلام، صباح الجو زوين، كاين واحد الشميشه سخونه. ايوا قلنا نفطروا على برا. انا دائما فاش كيجيو عندي هكا مالين الدار كيعجبهم بزاف يجلسوا هكا على برا وفي الجريده ونجلسوا. منها كتاكلي وانتي مرتاحه، منها كتبدلي الجو كتحسي براسك بحال الا خرجتي. المهم هنا راه خرجنا الطبيله على برا والكراسة وقادين هكا انجليزه. وهنا كنت كنبارطاجي معكم تشوفوا الشميشه اليوم كيفاش طالعه. عرفتوا هذا النهار داز زوين بزاف، خليكم معايا. المهم البنات طلعت الفوق انا وادم، عرفتوا ضربنا بواحد التدويشه داكشي ديال الخفه نزربل. خليت البنات صراحه الماعن ديال الفطور، قلت لهم اختي غير جمعوا الماعن ديال الفطور. انا غنطلع ندوش الادم، عرفتوا راه ظل كيلعب. كما قلت لكم راه صوفيا كانت عندي هاد اليومين فكنخليهم يلعبوا على راحتهم. شوفوا بعدا البراسلي اللي صايبات ليا صوفيا، شوفوا اختي البراسليات، شوفوا صوفيا راه ولات كتصايب هادشي البراسليات، راه عزاز عليها. صايبات ليا انا واحد وصايبات لماماها المهم صايبات لينا كاملين بقا ديال ادم. المهم دابا يلاه دوشت الادم، جيت هكذا نشفت ليه شعرو شي شويه، غير بسوشوار هكا ما شفتوش صراحه 100% غير واحد شويه باش ما يضربوش البرد. ديجا اليوم سخون الحال. صافي راكم عارفين غدا الحد، يعني ما غاديش زعما نعاد نبقى نجري ندوش ليه وهذا. انا كنحيد عليا التدواش وداكشي كامل نهار السبت. مالك دايره كذا؟ كنشوف راسي في المرايه وكيخنزر. وهضر بعدا مع البنات، كل يوم كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ وقف مقاد، لا وقف مقاد وهضر معاهم. يلا لاباس عليكم؟ كل الشهد باش يسمعوك. قول لهم كي دوزتوا العطله؟ كي دوزتوا العطله واش خرجتوا شي بلاصه؟ واش مشيتوا شي بلاصه؟ الغابه اختي، واش مشيتوا للغابه؟ كتبوا لادم واش مشيتوا للغابه ولا لا؟ حنا راه ما مشيناش للغابه. المهم كيما قلت لكم دابا مشيت ليه هكذا شعره، حيت البارح صراحه داه بابا حس ليه وصافي جاو معطلين. قال لي غير خليه بلا ما دوشي ليه، راه مسحت ليه طرفت ليه غير شويه بالماء. دور ادم قال لي طرفت ليه غير شويه بالماء حتى الصباح ودوشي ليه. صافي داكشي اللي درتني دابا. ايوا اختي غادي نشف شعري حتى انا ندور عندي هكا. ما قلت لكمش البنات درت البروتيين تقريبا واحد الادمه ديال الطريقه باش كنقيو الودنين زعما راه عارف. قلت لكم البنات درت البروتيين واحد 3 ايام دابا هادي، ولكن ما شاركتوش معكم لحقاش ديجا انا مشاركه معكم الطريقه زعما كيفاش في القناه ديالي فاش كنت كنبين شعري. مي دابا لا، راكم عارفين راني درت الفولار زعما ما نقدرش كنبين لكم شعري كيفاش جا البروتيين وهذا. ولكن غير بغيت نقول لكم بالنسبه للبنات اللي بغاو يديروا البروتيين، انا صايبته غير في الدار البنات، راه كاين عندي مازال الفيديو والطريقه ديالو في القناه ديالي. الا بغيتو تعرفوا كيفاش تقدروا تدخلوا لي، حيت مازال ما مسحتش كلشي الفيديوهات، يعني مازال الفيديوهات اللي كنت صايبته فيهم. كنت خديتها البنات البروتيين ديال بيكاسي. وقف ادم، كما قلت لكم درت البروتيين ديال بيكاسي هو اللي درت، وصراحه زوين وخفيف على الشعر وتقدروا ديروه حتى للبنيات الصغار اللي زعما هكا بغات دير لبنتها بروتيين. نصحكم بهذاك زوين وخفيف. انا راه كنصايبو بوحدي في الدار وصايبته زعما وصدق ليا زوين بحال زعما كما كنصايبو في الصالون. غير هو السر هو انه خصو يكون عندكم البلاك، يكون درجه الحراره تكون سخونه، يعني فيتا 200 تقريبا 300 شي حاجه 400 باش ما كان سخون باش ما احسن. انا هذاك اللي كنستعمل شاد الحمق هذا، هذاك اللي كنستعمل فيه درجه الحراره واقيلا 380 واقيلا اللي فيه. صافي
المهم دابا خصني ضروري نشف شعري، راكم عارفين الناس دايرين لا بروتيين، راه ضروري من ورا اي غسله خصك تنشفي شعرك باش يبقى لك البروتيين مزيان، ودوشي بشامبوان يكون سون سولفات هو الماسك ديالو. حتى نبارطاجي معاكم الشامبوان والماسك اللي كنستعمل، وهكذا اللي بغات زعما تصايبوه هكذا في الدار. وبالنسبه لعافاكم غتسولوني فين خديتيه، انا البنات خديتو غير من السوق ديال انزكان عند واحد السيد كيبيع الماكياج فوق من القواس تما كيديروا داكشي ديال الجمله، وهداك السيد مال فا كناخذو عنده صراحه زوين وكلشي. المهم دابا ادم راه ساليت ليه، غادي يهبط دابا لتحت، بقى لي غير نشوف شعري انا وندير هكا غير شي شويه ديال الماكياج، خصني نحيدو نطيحو السر كي كنقولو وصافي نمشيو باش نجيبو الغدا. لحقاش الغدا البنات ما درتوش اليوم في الدار، بيني وبينكم مشي هي الرفيسه ولكن ماشي ديالي مشي هي الرفيسه ديال واحد السيده كنت دقتها عند واحد صاحبتي وعجباتني بزاف وصافي كومونديتها عندها، وغادي نمشيو دابا باش نجيبوها حيت تقريبا دارت معايا نيت لقيتها راه وصلت لقيتها، غادي نبدل عليا كما قلت لكم نمشيو نجيبو الرفيسه ونبارطاجي معكم الغديوه ديالنا. ياك ادم قول لهم خليكم معانا. دابا الرفيسه انت اللي قديتيها لينا؟ لا اختي ماشي انا غير كومونديتها عند واحد السيده. كتشهير الرفيسه بريستيج والله، الا شحال هادي ما كاينه يعني صراحه. ايوا هنا البنات راني حطيت الغداء، جبت الرفيسه ديالي كما شفتوا معايا رفيسه بريستيج، عرفتوا يا البنات والله ماشي هيتكم فيها بنينه 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 بزاف. كنت ديجا انا ضايقاها كما قلت لكم عند واحد صاحبتي، ودائما كنقول لخواتي تير واحد السيده كدير ماكله زوينه وكدير ماكله بنينه، خصوصا الرفيسه قلت لها راه ضقتها عندهم. ايوا وقالوا لي وان شاء الله شي نهار نجيو عندك وديريها لينا. قلت لهم مرحبا بكم، واليوم جات الفرصه بما انهم جايين عندي زعما هكا عيطت لهم الغدا وقلت نديرها لهم اولا نكومونديها لهم، لحقاش وعدتهم بها زعما شحال هادي. صافي هنا حطينا الديسير وصافي، من بعد كل واحد اختي شد سداري وضربها بواحد النعسه عرفتو من ورا ديك الرفيسه مع تبارك الله مقومه على حقها وطريقها وزعما بنينه، ضربنا داك التبصيل تبارك الله ما شاء الله ومشينا نعسنا كل وحده شدات سداري ونعسات. ايوا اختي تالي عشيه عاد صافي فاقو جلسنا هكا شويه مجموعين صافي، من بعد مشاو هما للدار. ايوا انا نط البنات عند هاد الروينه قلت نحيد عليا البلاصه زعما فاش كنا جالسين صراحه في الصالون، راكم عارفين الدراري الصغار وهذا وكانوا كياكلوا السقاطه وداكشي، فخلاو زعما كلشي مروم. صافي نط قلت بما انهم مشاو هما للدار اللهم نحيد عليا هاد الروينه اليوم، ما نخليهاش هكا تبقى معرمه عليا. راكم عارفين فاش كتعرم فاش زعما كتخليو عليكم شغالات بزاف راه كتعيا، وانا بعدا هاد الطريقه كنديرها فوق ما ترونات شي حاجه اولا كنحيدها عليا باش هكا ما كيتعرمش عليا الشغل كامل. وهنا يا ادم مسكين تا هو راه معاوني زعما انا صراحه كنخليه يدير اللي عجبو، كنخليه يلعب زعما يدير اللي عجبو في الصالون، ماشي دائما كنحرمو ولا نقول لا الصالون غير ديال الضياف اولا، لا بالعكس ما عنديش هاد الفكره، خليه يلعب على راحته. كما قلت لكم هنايا صافي راني كنجمع، وادم كيعاونني كيدي لي هكا القراعي كيحيد حتى هو معايا، كيعجبو صراحه فاش كنقول ليه هاجي تسخر ليا ولا جيب لي هاد الحاجه ولا، ماشي من دوك الوليدات اللي ما كيبغيوش يتسخروا ولا مثلا تيكونوا عنيدين وهذا، لا بالعكس الحمد لله زعما كيسمع الكلام واخا مره البساله راكم عارفين الدراري الصغار، ولكن زعما كيتسخر ليا كيبغي يعاونني في شي حاجه
كنقولي مثلا ادم هاك ديري هاد الحاجه هاك، حتى هاد الطريقه كتخلي الوليدات انهم يعتمدوا على راسهم. مثلا بغاو يديروا شي حاجه كتعلموهم انهم يعتمدوا على راسهم، وانهم راه ما بقاوش صغار، يعني واخا هما مازالين صغار في العمر، ولكن من الاحسن تعلموهم بحال هاد الحويجات، ينظموا الحاجه اللي يرونوا مثلا او اللي يجمعوا بيتهم. هادي شي حاجه اللي زوينه بزاف. انا ادم كندير ليه هكا مره مره، تنخليه يعاوني بحال هكا في شي حوايج اللي خفاف واللي هو يقدر عليهم. اكيد ما غاديش نعطيه شي حاجه اللي زعما ثقيله ولا صعيبه. صافي هنايا هاد الدراري بان ليا هاد الطابيات اللي مديورين في الوسط، عرفتوا البنات كنجلسوا عليه وكيزلقوا. صراحه لا علاقه هاد الطابيات بحال هكا، من الاحسن دوك اللي كيكونوا مخيطين كيكونوا احسن. هادو مع الجليس مره مره كيبقاو يزلقوا، واخا زعما كنزيروهم داكشي. ايوا صافي حيدت هذاك الدراري حتى ولا ديك البونجه، حتى زيرتها عاودت حليت هذوك العيبات ديال هذوك الخيوط وصافي، وعاودت زيرتها عاودت قديتهم مزيان. ديجا الصالون كان عندي ديجا زعما هكا نهار قبل جمعتوه، مسحت الغبره وكل شيء. هنايا راه غير كنطرف البنات. والحاجه الخايبه اللي بغيت نقول لكم في هذا الصالون هي اختي هاد الزربيه هادي اللي فرشت، ما نكذبش عليكم ندمت 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 عليها واحد الندم شديد. هتقولي لي علاش؟ هي الصراحه كشكلها زوينه بزاف وغليظه، يعني زعما تقدري كاع تنعسي عليها غير بوحديتها، كتحسي بحال الا مفرشه شي حاجه. هي غليظه فيها داك الريش ولا داك الخيوطه ديالها غلاظ بزاف وتقيله يا البنات. تصوروا راه فاش بغينا نفرشوها راه انا وراجلي وما قدرناش بزز بزز باش حركناها، ثقيله بزاف وصعيبه لحقاش. بحال هكا الناس اللي عندهم وليدات بحالي انا ولدي مازال صغير زعما ضروري كتكرفس لك، ضروري كترون، وهي راها في البيض. هنا غتشوفوا هذوك لي طاش كيبانوا لكم هنايا. المهم راني غادي نحاول معاهم نحيدهم، وصعيبه في الصابون بحال هادي البنات راه صعيبه بزاف. هنا شوفوا الكارثه اللي دارت لينا رازان. كانت كتاكل الفريز وما رضيناش ليها البال، صافي وجات هنايا وجلست كتعجن فيه، كلات تاعيت وجلست كتعجن فيه ولا ما رطح ليها. ايوا وعمر الزربيه كامله عمرات وهكذا هاد البلاصه في السداري. حتى هو لقيت هذا البرودوي هو اللي كاين عندي الصراحه. هذا البنات ديال اي حاجه ديال اينوكس، مثلا بحال الروبينيات بحال البوطه بحال، وانا استعملته الفراش والصراحه صدق معايا حيد لي زعما الطبايع. لحقاش ما كانش عندي شي حاجه نديرها للفراش، وما بغيتش ندير جافيل لهاد الطلامط، خفت نخسرهم. الزربيه معليش انني ندير لها جافيل لحقاش بيضه، ولكن هاد الطلامط كانوا فيها هكا ديطاش وقلت نحيد زعما نحيدهم، مع العلم انه هاد الطلميطات راه ماشي اونتي طاش غير عاديين. هادوك الاولين اللي كانوا عندي، دوك الاخرين اللي كنبدل بهم دوك الكري، هادوك اونتي طاش، هادو لا. ايوا صافي. المهم داك البرودوي شوفوا هنايا راه كندير غير رشه وكنخليه واحد شويه وكنمسح بهاد الزويف وصافي، وكتحيد الطبعه. وديجا كانت الشمس ضاربه في هاد السداري، صافي حليت غير الشرج معاك باش دخلت الشمس مزيان، وراه دغيا نشفات ليا ما كشف ما حتى شي حاجه. وبالنسبه للزربيه هي اللي محناتني كما قلت لكم، غتشوفوا حتى فاش دوزت لاسبيراتور راه كندوز لاسبيراتور في نفس الوقت كنتحضر نحيد داكشي اللي كيبان ليا في يديا. لحقاش هاد الزربيه فيها داك الريش كتير ولا داك الزغيبات ديالها كتير، كتخشى لك الحاجه في الداخل، يعني واخا كدير ريسبيراتور ما كت انسبيريش لك داكشي اللي في الداخل، يعني كضطر انتيا تبقاي تهزي داكشي اللي كيبان لك هكا طروفه كبار مثلا ديال داك التخربيقات اللي كيطيحوا، كضطري انك تهزيهم بيدك. هنايا راني درت البرودوي خليته واحد شويه وجبت هاد البانيو فيه شويه ديال جافيل والماء وتنحاول نعاون به حتى هو. شوفوا هنا كل شويه كنرش البرودوي. المشكل اللي درت انا هنا البنات انني ما مسحتش هذا الشيء وهو مازال خضر هكا شويه، خليته حتى نشوف وقصح عليه. ايوا اختي عاد مسحته. والمهم هنا كنوريكم النتيجه النهائيه، واخا ماشي 100% تحيد، ولكن تحيد واحد 90%. الا عندكم شي برودوي اخر ولا شي حاجه كتنصحوني بها كتبوها ليا في لي كومونتير باش نشوفها حتى انا وندير بها. المهم البنات عاد ساليت ديك الروينه اللي كانت عندي ونقولش لكم والله الا عييت. المهم دابا جيت باش نصايب واحد الكيك انا وادم، غادي نصايبو صراحه لي مادلين، غنصايبو هادوك صغيورين وغادي نعطيكم المقادير. ياك ادم غتعطيهم انت المقادير صافي، انا نقول لكم توريهم شنو تعاون انا وياك. اوكي يلا دابا غادي نديرو ثلاثه د البيضات. يلا زيد بسم الله زيد صافي صافي
السمع كيفاش بجغيها هنايا بلاتي نوريك كيفاش كيفاش بابا بلاتي 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 هتخوي على يدك انا غنقدها حنا سكن صافي حيد 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 ارى لي الاخر ارى لي الاخر وضربها حتى هي باش ما تعمرش يدك نتاعي صافي غير شويه غير شويه ما كنضربوش بزاف حتى كتهرس هاكا شتو وبلاتي نحيد هاد البيض نغسل يديا بلاتي ندير لك هاد الفوطه هاكا باش ملي نكونو كنخلطو ما يديرش لينا صداع بزاف غادي نديرو البنات هنايا سكر سنيده انا صراحه ما بقاش ليا بزاف تقريبا عندي هنا غير واحد المعلقه كبيره ايوا اختي غنقديو بداك الشيء اللي كاين باش نصايبو لي مادلين باش نشرب بهم ان شاء الله غدا وهنا عندي تقريبا معلقه كبيره غادي نزيد واحد شويه العسل غنزيد حتى هو تقريبا معلقه كبيره بلاتي هاك كنعاونك هادشي كامل اللي بقى هنا غنديرو هادشي جبت معلقه صغيره صافي معلقه صغيره هي اللي تحكم فيه غنزيد كما قلت لكم البنات درت معلقه د السكر ومعلقه د العسل نتوما ديروا السكر سنيده بوحدها الى الى زعما الى عندكم انا غير ما بقاتش ليا داكشي علاش عوضتها بالعسل حتى هو كيجي زوين صراحه في لي كيك ودابا اختي غادي نبداو نخلطو هاكا السي ادم نخلطو بهذا الخلاط بلاتي نحيد هاد الخميره هنا ونخلطو انا صافي دابا غادي نزيدو نزيدو الحليب الزيت هو الاول هاد الحليب انا البنات غنعبر بهاد الكاس هذا هذا لا خلي 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 هكا باش ما يقطرش لينا في الارض هاد الكاس البنات تقريبا قريب ديال العنبه ناقص منه شويه نتوما ديروا القياس اللي بغيتو بلاتي اختي نحيد هاد الغلاق غادي غير تبرصني ونهمر الزيت حيلا درتو تقريبا كاس لاروب ديال الزيت ديال العنبه لا كيبح وغادي نزيدو دابا غنزيدو اش غنزيدو ادم الحليب الحليب كاس ديال الحليب كاس ديال الحليب يلا هاك خويا غير بشويه غير بشويه بشويه برافو ادم ادم راه بطل البنات ادم راه ديما كيعاوني في الكوزينه ياك كتعاوني في بالروينه كضحك كيعاوني بالروينه ماشي بشي حاجه اخرى يلا زيد نخلطو ثاني يلا زيد دابا البنات غنبداو نزيدو في الدقيق شويه بشويه وغادي ندير جوج ساشيات ديال الخميره ولكن ماشي دابا دابا غادي نديرو الدقيق شويه بشويه ياك حتى تخلط لينا الكيك مزيان وعاد نزيدو الخميره البنات انا هنايا عندي هاد الليمون الفرديين هادو كل واحد درت فيه هاد القويعطات ديالو وبالنسبه للكيك ديالنا في الاخر هزت ليه شويه ديال فيغميسيل هكا لقيتو عندي زعما غادي غير يبقى يطيع اللهم قلت اللهم نديرو فيه غادي ندير هنايا شويه بشويه ادم هنا راه حدايا كيشوف فيا ولكن هاد المرحله غنديرها بوحدي باش باش ما نرونوش الدنيا ياك ادم حيت انا غنخوي شي حاجه هي برافو انت راه كتعرف غادي نعمرهم كاملين غير نص تعميره وغادي نوريكم شنو غندير في الوسط هادشي بحال هاد الحويجات هادو كيعجبو الوليدات الصغار خصوصا الا صايبوهم هكا بيدياتهم كتشجعوهم زعما ياكلوهم وحتى هما مره مره يكونوا يصايبوا شي حاجه غادي ندير هكا نعاون بهادي انا غنعمرهم هنا كاملين كدير بشويه بشويه اي غير شويه شويه من بعد غنزيدو عليهم نزيد عليهم انا نوريك اش غنزيدو عليهم هادشي نكمل بقات ليا غير هادي نوريكم اش غنزيد عليهم صافي دابا هنايا عندي هذا كوفيتير ديال المشمش عندي هذا هذا ديال الحلوه هذا السائل وعندي هذا ديال الاناناس هذا جابتو ليا امينه الصباح زوين صراحه دقنا منه وبقى هكا قلت حتى هو نستعمله في هذه الوصفه غادي ندير شو كيفاش كيجي
اول مره نشوف انا الكوفيتير ديال الاناناس. هذا البنات راه مصايب وقيلو في الدار على ما اظن. المهم غندير شويه هكا في الوسط هنايا هكا، وهاد الاخرين غندير فيهم ديال المشمش. يعني وحدين غندير فيهم ديال الاناناس وحدين غندير فيهم ديال المشمش. عرفتو كيعطي هاد الكوفيتير فاش كديرو في الوسط، فاش كتحلوهم تيجيو بحال دوك ديال الزنقه اللي كنشريو، كتكون فيهم ديك التعليكه من الوسط، كيجيو بنانين بهذه الطريقه. جربوها حتى في لي كيكه البنات، كنديرها انا مره مره بحال هكا صافي. وغادي نزيد دابا من الفوق الكميه اللي بغيت باش هكذا نغطيهم. ندير مزال شويه باش تيلا تنفخو يجيوني هما هادوك صافي. وغادي نكمل بحال هكا البنات، نكمل هاد الليمون اللي عندي كاملين وندخلهم الفران، نشعل لهم غير لتحت حتى يبانو ليا تنفخو وتحمرو، وعاد نشعل لهم الفوق. المهم البنات ها هما لي كاب كيك ديالي من بعد ما طابو. هنا غيبانو لكم ما تنفخوش بزاف، ولكن انا راه ما درتش المقادير، ما درتش زعما الكميه كبيره، خفت هادوك ليمول يجيو صغيورين حيت اول مره صراحه نديرهم. يلا خديتهم جداد ايوا، خفت اختي لي يفيضوا لي داكشي على الجو هكا حدو قدو وجو هكا لدادين. انا ضقت منهم وحده هادو اللي عمرت الاولين، ومن بعد عمرت عاوتاني ملي خويت هادوك ليمول عاود تعمرتهم عاوتاني صافي. المهم الاخرين راه كيطيبوا حتى يطيبوا حتى هما، ونديرهم في هاد العيبه هادي. عندي الغطاء ديالها كتغطى، كنحطها هكا غير في الكوزينه كنحتفظ بها. ادم راه مشي ينعس دابا، حطيت ليه العشاء ديالو، كلينا هكا شي حاجه خفيفه صافي وحطيتو بلاصتو ينعس. ايوا انا اختي غنمشي نتفرج فواحد المسلسل ديالي متبعاه. هكذا البنات غيسالي لا فيديو ديال اليوم، نقول لكم خليت لكم راحه البال وتا الفيديو الجاي، وتصبحوا على خير.